السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح طريقة لحذف سجل مكافح الفيروسات مايكروسوفت ويندوز ديفندر. وأول حاجة هنعملها هندخل على ويندوز سيكيورتي، إما عن طريق الضغط على الأيقونة اللي تحت هنا، أو إنك هتكتب في السيرش ويندوز سيكيورتي. هتفتح معاك القايمة دي، هتضغط على بروتكشن هيستوري، هتلاقي هنا قايمة بأحداث الحماية اللي حصلت على الجهاز بتاعك. على سبيل المثال عندي هنا بيقول لي ان في بروسيس او برنامج معين حاول ياكسس فولدر من الفولدرات المحميه وخد بلوك. عشان تتحكم في النوع ده من الرسائل هتضغط على فيروس اند ثريت بروتكشن، هتنزل تحت عند مانج رانسوم وير بروتكشن، وتقدر هنا تقفل خالص التحكم في الفولدرات المحميه، او انك تفعلها ولكن تسمح بابليكيشن معين هو اللي ياكسس الفولدرات دي عشان ما ياخدش بلوك تاني بعد كده. وهنا عندي مثلا تطبيق اتحذر وتم اتخاذ الاجراء المناسب معاه، او مثلا لو هو فولس بوزيتيف وسمحت بيه او حذفته وما الى ذلك. فدي كلها احداث خلاص تم التعامل معاها وعايز احذفها. مثلا اول حاجة هتفتح الاعدادات عند السيستم، هتنزل تحت هتختار ريكفري، هتيجي عند ادفانسد ستارت اب هتضغط ريستارت ناو، الجهاز هيعمل معاك اعادة تشغيل. اول ما الجهاز هيفتح معاك هتجيلك القايمه دي، هتضغط على ترابل شوت وهتدوس على ادفانسد اوبشنز، تضغط هنا عشان تفتح السي ام دي، وهتكتب الامر التالي. الامر ده هيحذف لك الداتابيز الخاصه بالوصول المحصور بتاع الفولدرات المحمية، وباقي السجل هيفضل موجود. وعشان تحذف سجلات ستريتس او التهديدات اللي المكافح لقاها او اتعامل معاها بشكل عام، هتكتب الامر التالي. هنا استخدمت الاستريك او النجم عشان يحذف كل حاجه جوه فولدر سيرفيس، واستخدمت سلاش اس عشان يحذف كل الفولدرات الفرعيه، وسلاش كيو عشان يحذف كل حاجه من غير اي كونفيرميشن. وبالفعل هنا حذف لي كل حاجه. هنلاقي هنا ملفات لوجز خاصه بالويندوز ديفندر، وهنا هو حذف لي ملفين واخدين اي دي، وانا بالفعل كان عندي حدثين ظاهرين معايا في الهيستوري بتاع الويندوز ديفندر وبكده اتحذفوا معايا. واخيرا هنكتب الامر ده عشان نحذف كل ملفات الكيش. بعدين هنخرج من السي ام دي وهندوس كونتينيو. هنا الجهاز هيعمل معاك اعادة تشغيل مرة اخيرة. الجهاز هيفتح معاك هتلاقي السجل فاضي تماما ومفيش فيه اي احداث. اتمنى يكون الفيديو واضح وقدر يساعدك في حل المشكلة. ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، ولو في اي مشكلة واجهتك اكتبلي في التعليقات. والسلام عليكم.